وأذكر فقط بموقع كان مدعما من مؤسسة رسمية لاتصالات المغرب كازانيت سنة 98، وهم الذين قاموا بتكوين مجموعة من الصحفيين سنة 99 بجريدة الأنباء، وكنت أحد المكونين في هذه السنة في الصحافة الرقمية من طرف الصحفيين العاملين الرقميين بهذا الموقع. بمعنى أن منذ حوالي 97 إلى يومنا هذا 20 سنة، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن هذه الصحافة الرقمية يجب أن تلتزم بقانون للصحافة الرقمية وضع منذ حوالي سنة ونصف. لم نتحدث عن قانون خاص بالصحافة الرقمية، هو في الحقيقة باب خاص بالصحافة الرقمية في قانون الصحافة والنشر، باب لا تتجاوز بنوده 10 بنود من بين 126 بند. بمعنى أن القانون الحالي للأسف الشديد لم يعطي الأهمية المطلوبة واللازمة لصحافة تجاوزت عقدين من الزمن. كنا نتمنى أن يكون هذا القانون الذي وضع في الحكومة السابقة مواكبا مرافقا لجو الحرية التي كانت تلعب به الصحافة الرقمية منذ 20 سنة. للأسف الشديد وقد قمت بانتقادات لهذا القانون عندما كنت مسؤولا هنا بجهة طنجة إطوال الحسيمة، عندما كان هذا القانون مشروعا وكان وزير السابق السي مصطفى الخلفي لا يعجبه ذلك، ولكن أنا شخصيا كصحفي كتقني أقول ما يجب أن يقال، لا يهمني أن أستمر أو أن لا أستمر في هذه المسؤولية. مجموعة من الثغرات، مجموعة من التناقضات، صحيح بعضها تم استدراكها في الحكومة الحالية، وقامت الحكومة الحالية عن طريق وزارة الاتصال بتعديل مجموعة من المقتضيات، هذا يعني أن المقتضيات السابقة في العديد في القانون السابق كانت بها شوائب كثيرة. قانون اعتبرته منذ أن كان مشروعا إلى اليوم قانونا متخلفا عن المسار الذي تعرفه الصحافة الرقمية، وهذا التخلف لا أعبر عنه أنا شخصيا كمركز وطني للإعلام وحقوق الإنسان، بل مجموعة من المنظمات، يمكن أن أقول حتى النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأيضا فدرالية الناشرين قالوا بأن الصيغة النهائية لهذا القانون لا تشبههم ولم يساهموا في النقاش فيها، بل وضعت بشكل انفرادي بعد أن تمت المشاورة بينهم في المرحلة الأولى. أذكر أيضا أن هناك بعض الوزراء السابقين اعتبروا هذا القانون قانونا متخلفا، وهو وزير أسبق الأستاذ نبيل بن عبد الله في حوار له قال أن الصيغة التي وضعها عندما كان وزير الاتصال سنة 2005-2006 كانت صيغة متقدمة على ما هو موجود الآن. عندما يتحدث وزير السابق يقول أن الصيغة التي متقدمة جدا، هذا يعني أن الصيغة الحالية صيغة متخلفة ورديئة، وتتحمل الحكومة السابقة والوزير السابق مصطفى الخلفي هذه الصيغة التي جاءت لم تأتي بالطريقة التي يرغب فيها المهنيون العاملون في مختلف وسائل الإعلام الرقمي، سواء في طنجة الدول الحسيمة أو في باقي جهات المملكة. إضافة إلى أن هذا القانون، هذه المدونة وخاصة قانون النشر والصحافة أصبح متجاوزا، لا يصبح شيء في الوقت الذي حكم صحفيون ويحاكم 4 صحفيين آخرين بقانون غير قانون الصحافة، يحاكمون كل صحفي الذين حكموا 6 صحفيين بالقانون الجنائي. وبالتالي نتساءل لماذا وضع هذا القانون، وتأتي الحكومة وتتبجح خاصة الحكومة السابقة تقول أن قانون الصحافة والنشر خال من ماذا؟ من البنود السالبة للحرية. إذا كان هذا القانون خال من البنود السالبة للحرية، لماذا يوجد صحفيون في السجن الآن؟ الحكومة السابقة وخاصة
وزير السابق السي مصطفى الخلفي ووزير وزميله ايضا في وزاره الحريه السابق عليهم ان يجيبوا عن هذا التساؤل الكبير. قانون خالي من بنود السلب الحريه وصحفيون صحفيان في السجن واربع صحفيين محكوم عليهم ابتدائيا ستة اشهر عفوا موقوف التنفيذ اضافه الى غرامات ماليه. نحن في المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان ندعو إلى إلغاء هذا الباب السادس من قانون الصحافة والنشر. ندعو إلى إلغائه لأن به ثغرات، به تناقضات، يحمل الصحفي المهني العامل في الصحافة الرقمية أكثر مما يتحمله الصحفي العامل في غير الصحافة الرقمية. على الصحفي العامل في الصحافة الرقمية سواء كان مديرا أو صحفيا عاديا في التحرير، أولاً أن تكون له بطاقة صحافة ولكن معها بطاقة للتصوير التلفزي، عفوا للتصوير الخارجي، للتصوير السمعي البصري. في الوقت الذي لا يحمل الصحفي العامل في الصحافة الورقية إلا بطاقة واحدة ويصور بكاميراته بالطريقة التي يريد. إلى جانب ذلك أن من بين ثغرات وتناقضات القانون الباب الخاص بالصحافة الرقمية في قانون الصحافة والنشر أن على مدير النشر إذا كان مدير النشر للصحافة الورقية يضع ملف واحد ووحيد لدى النيابة العامة، فعلى مدير النشر للأسف الشديد وقلتها منذ 6 سنوات وأعيدها اليوم أن يضع ملفا في 4 مؤسسات تبدأ بالنيابة العامة وبعد ذلك بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وايضا بالمركز السينمائي المغربي للحصول على بطاقه السواد الخارجي، ورابعا ان يضع ملفا في الهيئه العليا للسمع البصري لانه يعمل ايضا على فيديوهات داخل هذا الموقع. اذا ليس هناك توازن بين الصحفي المشتغل في الصحافه الرقميه والصحفي المشتغل المهني في غير الصحافه الرقميه. نحن ايضا نضيف في المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان أن هذا القانون قام بالتضييق على الحرية التي كان ينعم بها الصحفي والعامل في الصحافة الرقمية منذ 20 سنة. جاء هذا القانون بالتضييق على هذه الحريات. لذلك نقول أن هذا القانون يجب إلغاء ذلك الباب الخاص بالصحافة الرقمية وإعادة قانون جديد يشترك فيه المهنيون العاملون في الصحافة الرقمية إضافة بطبيعة الحال إلى خبراء في الإعلام الرقمي المغربي. إذا هذا التضييق يدفعني للقول للأسف الشديد، وفي هذه الأيام التي صدر فيها التقرير الدولي لمراسلون بلا حدود، أقول يكفينا هذا التضييق، تكفينا هذا الرقم المتخلف للأسف الشديد الذي يضع الدولة المغربية في مرتبة سيئة. يمكن أن نقول أننا لم نراوح مكاننا 135. تعلمون أن هذا القانون، أن هذه المدونة وخاصة قانون الصحافة والنشر الذي تمت الموافقة عليه سنة 2016 لم يضف شيئا لتقدم المغرب في الترتيب العالمي. وضع سنة 2016 كنا في سنة المرتبة 136، 2017 135، هذه السنة 135، بمعنى أن هذا القانون لم يضف شيئا، رغم أنه من بين المؤشرات 7 التي تضعها جميع المنظمات الدولية من بينها اليونسكو ومراسلين بلا حدود، من بين هذه المؤشرات المؤشر القانوني، بمعنى أن هذا التقدم المغشوش الذي يقول ان هناك ان هذا القانون خالي من المواد من بنود السلب الحريه للاسف الشديد لم يضف شيئا لا في ترتيبنا العالمي ولا في توسيع هامش الحريه والديمقراطيه في الوسط الاعلامي، خاصه اذا علمنا ان هناك دولا عربيه والعديد من الدول الافريقيه في مقدمه الترتيب العالمي الذي وضعته مراسلون بلا حدود. في بعض الأحيان نقول بيننا عندما نمزح هل واش انت معنا ولا مع
غانا. غانا أيها السادة الكرام ترتب في المرتبة 27 عالميا في الترتيب حول ترتيبها حول حرية التعبير والصحافة. 27 صحيح أن هذه السنة تأخرت بأربع نقاط. في السنة الماضية كانت ترتب 23 اليوم 27، ولكن هناك دول إفريقية أخرى متقدمة بشكل كبير. ناميبيا 23، الكاب فير الرأس الأخضر 27، جنوب إفريقيا 31. تعلمون أن هذه الدول الإفريقية متقدمة عن فرنسا وبريطانيا في الوقت الذي نرى بعض الأوساط الرسمية وغير الرسمية تقوم بالرد على هذا، من حقها أن ترد على هذا التقرير الدولي. ربما أعتقد أن المغرب من الدول القليلة جدا التي ترد، بدل أن تشتغل على توسيع حرية الصحافة وتشتغل أيضا على توسيع هامز الديمقراطية لفتح المجال للعاملين في الصحافة المغربية ليشتغلوا بشكل حر ونزيه أكثر، تقوم فقط بانتقاد هذا. صحيح أن ننتقد إذا كانت هناك نقاط قوية للانتقاد، ولكن علينا نحن أن نشتغل من أجل تقوية فضائنا، فضاء الحرية داخل البلد. العديد من الدول الإفريقية قلت متقدمة عن المغرب، منها بوركينا فاسو، بوتسوانا، السنغال، مدغشقر، نيجر، مالاوي، كوت ديفوار، تونس، غامبيا، موريتانيا، البنين، كينيا، إلى غير ذلك. من دول حوالي أكثر من 20 دولة إفريقية متقدمة عن المغرب. في الوقت الذي لدينا نحن هنا في المغرب مقومات قوية، لنا صحفيون متميزون يمكن أن يشتغلوا بشكل قوي في هذا الفضاء. عندما نتحدث عن بعض التجاوزات أنا سأعود لأن كل ما بني، لا أقول على باطل، كل ما بني بشكل مرتبك يستمر ارتباك ما بعد. نتحدث عن التجاوزات، يتحدثون عن التجاوزات التي يقوم بها الصحفي، ولكن يجب في البداية أن نشير إلى أن هناك تجاوزات قامت بها الحكومة المغربية، وتحدث عن الحكومة السابقة، حكومة الكيران السابقة، عندما كان وزيرها في الاتصال السي مصطفى الخلفي، ووزيرها في العدل والحريات السي مصطفى الرميل، عندما تقوم وزارة بالتحايل على القانون وترسل سنة 2013 مذكرة. وزارة الاتصال في علاقة تحايلت على كلمة الصحافة. الصحافة في الفصل 5 الذي ينتمي إلى القانون السابق إلى ظاهرة 1950، واعتبروا خلفي أن هذه الكلمة كلمة صحافة يمكن أن تكون لصالح الصحافة المكتوبة والصحافة الرقمية. تصوروا يمكن لكلمة الصحافة أن تتحدث، أو أن نعتقد أنها صحافة رقمية في 58. حتى البنطاغون لم يكن الذي تفكر في الانترنت في نهاية الستينيات القرن الماضي، لم يكن يفكر في الخمسينيات أن هناك ربما في المستقبل ستكون هناك صحافة رقمية وأن يكون هناك انترنت. قامت وزارة الاتصال آنذاك بهذه القراءة المتحايلة على كلمة الصحافة في الفصل 5 من القرن 58، وراسلت وزارة العدل والحريات التي كانت بيد السي مصطفى الرميل، رسلت النيابات العامة لقبول ملفات الصحافة الرقمية. هناك مذكرة أرسلت جميع النيابات العامة في المغرب يطلب منهم وزير العدل والحرية السابق قبول الملفات. تصوروا في الوقت الذي كان فيه نواب الملك، النيابات العامة ترفض. لماذا ترفض؟ لأن هناك هي قانون، لا يمكن أن أقدم، أن أعطي إشهادا لموقع رقمي إخباري في غياب قانون. ولكن هذه المذكرة التي جاءت من الوزير السابق وزير العدل والحريات فرضت للأسف الشديد على نيابة العامة أن تقبل. التحايل الثاني للأسف الشديد أين هو؟ عندما وضعت نفس الحكومة قانون سنة 2016 طالبت من النيابة العامة أن ترفض تلك الإشهادات التي منحتها سنة 2013. إذن عندما نطالب الصحفيين بالالتزام ببعض الأخلاق والتجاوز مع التجاوزات وتفادي بعض التجاوزات على الحكومة السابقة، على بعض وزاراتها أن يلتزموا بهذه الأخلاق وبهذه القوانين. شكرا لكم.